حسن وحابة أوجه باسم أطفال سوريا عدة رسائل. وحابة أول شيء أترحم على أرواح شهداء الوطن ومدنيين وعسكريين اللي ضحوا بأرواحهم. عشان الصوت اللي ضحوا بأرواحهم لحتى نعيش نحن بأمن وسلام واستقرار. وحابة أوجه أول رسالة لشعبنا المتفهم لقضايا وطنه وأمته، الشعب المتفهم للمؤامرة اللي عم تصير ضد بلده، الشعب المتمسك بالوحدة الوطنية والرافض للتدخل الأجنبي. ورسالة تانية هي للمعارضة اللي عم يدعوا انه هن معارضة وانه بيمثلوا الشعب السوري، حابة اقول لهم انه انتو ما تمثلوا الا انفسكم، انتو اداة بايدي امريكا وفرنسا لحتى تنفذ مخططات عجزت عن تنفيذ دول كبرى من الخارج، ومن خلالكم رح تحاول تضرب الوحدة الوطنية من الداخل. والرسالة الثالثة هي للدول الصديقة اللي وقفت معنا مثل روسيا والصين، ونحن كنا عم ننتظر دعم من الدول العربية، بس للأسف هي طعنتنا بسكين الغدر والخيانة ووقفت مع الباطل ضد الحق. وحابة أوجه رسالة للسيد الرئيس بشار الأسد وحابة أقول له إنه نحن معك والله معك، وإن شاء الله بتزول هالمحنة اللي عم تمر فيها بلدنا ويرجع مثل ما كان رمز الأمن والسلام والاستقرار. وأحلى تحية هي لجيشنا الباسل، لجيشنا المقاتل، لحماد الديار اللي عم يضحوا بالروح وبالدم لحتى نعيش نحن بأمن وسلام واستقرار. وحابة أقول قصيدة للسيد الرئيس بشار الأسد. يا قائدا حلب الشهباء تعلنها، فليسمع الكون ما قد أعلنت حلب. إذا سيوف بني حمدان قد نصبت فلا انتماء لغير الباث أو نسب، ولا ولا بهم إلا لقائدهم، فمنه شمس العلا ترجى وترتقب.